اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كيف كانت حياة سيدنا آدم عند نزوله الأرض وهي فارغة؟ وما هي أول شجرة زرعها عندما هبط للأرض؟ عندما خلق الله آدم خلقه ليكون خليفة في الأرض منذ البداية، لأن هناك من البشر خلقوا قبل آدم الإنسان عليه السلام وهم مفسدون في الأرض، ولهذا السبب تحتاج الأرض إلى خليفة وإلى رسالات سماوية. فخلقه الله في جنة الأرض وأمره ألا يقترب من شجرة نسل البشر المفسدون، فعصى ربه فهبط مع حواء من نعيم جنة الأرض إلى أرض الشقاء، وقل سيروا في الأرض. وأمر الله تعالى كل من آدم وحواء بالنزول إلى الأرض وهي جافة وليس بها شيء، وإن آدم وزوجته كان في مكان عال وهو الجنة، ثم نزل إلى الأرض التي هي المكان الأدنى وهو الهبوط الحسي. أما الهبوط المعنوي فقد كان في المكان الممتلئ بأصناف النعيم التي لا حد لها ولا حصر، بالقرب من الملائكة المطهرين، وبعدها تم إبعادهما عنهم. فهبوط آدم وحواء إلى الأرض ليس كعقاب لهم، بل كفارة لفعلهما، وإرادة الله اقتضت ذلك، فهو سبب للحياة على الأرض، واستخلاف آدم وبنيه في الأرض، وعبادة الله وتوحيده، وإرسال الرسل والرسالات، وأخيرا الثواب والعقاب. واختلفت الأقوال الواردة حول هبوط آدم وحواء للأرض، فمنهم من قال أهبط آدم إلى الهند وأهبطت حواء بجدة، ومنهم من قال أهبط جميعا بالهند، ومنهم من قال أهبط آدم بأرض بين مكة والطائف اسمها دحنة، ومنهم من قال أهبط آدم بالصفا وأهبطت حواء بالمروة. ويقول الحافظ ابن كثير وقال السدي: قال الله تعالى: أهبطوا منها جميعا. فهبطوا، فنزل آدم بالهند، ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة، فبثه بالهند، فنبتت شجرة الطيب، فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق التي هبط بها آدم، وإنما قبضها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها. وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أهبط آدم من الجنة بدحنا أرض الهند. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن أبي عباس قال: أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنا بين مكة والطائف. وعن الحسن البصري قال: أهبط آدم بالهند وحواء بجدة. وقال ابن أبي حاتم: أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. ويروى أن آدم عليه السلام نزل في أرض الهند في مكان يسمى سرنديب على أشهر الأقوال، ونزلت حواء عليها السلام في أرض أخرى قيل إنها جدة، فجاء سيدنا آدم في طلبها حتى أتى جمعا فازدلفت إليه حواء، فلذلك سميت المزدلفة، وهي بين مكة وعرفة، وقيل إنهما تعارفا في عرفات لذلك سميت عرفات. وأما إبليس فقيل أنه نزل بالأبلة أرض في العراق، وقيل إن أطيب بقعة في الأرض ريحا الأرض التي أهبط بها آدم، فعلق بشجرها من ريح الجنة، وقيل إن تلك الأرض التي نزل بها آدم من أصح بلاد الأرض، فناسبت أن تكون موطنه لكونه قريب عهد بالجنة. وقد وصل آدم إلى الأرض والتقى مع حواء بعد جهد وبحث طويل، والتأم الشمل وبدأ العمل لتأمين الحياة، وكان جبريل معلما له ولزوجه، كلما احتاجا شيئا علمهما إياه، فعلم حواء أن تنسج من القطن ثوبا لها ولآدم على سبيل المثال، وقيل كان أول لباس لآدم من شعر الضأن، فنسج آدم له جبة، ولحواء درعا وخمارا، فالخمار للصلاة ولا أظنه للحجاب، لأن كل المواليد ذكورا وإناثا هم أبناؤها، وكان أول طعام له من القمح، فقد جاءه جبريل عليه السلام بسبع حبات من الحنطة، وكانت كبيرة الحجم تتناسب مع حجم آدم، فأخذها آدم وزرعها، وبعد النضج حصدها ودرسها، ثم طحنها وعجنها وخبزها، فأكل من عمل يده، وكان هذا وفق تعليم جبريل له، ومصداقا لقول الله تعالى له: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى.
وأصبح كل شيء يريده يحتاج إلى العمل وبذل الجهد. وعلى الأرض أثمر زواجه بحواء، فكانت تلد في كل بطن توأمين صبيا وبنتا. فولد قابيل وأخت له في بطن، ثم ولد هابيل وأخت له في بطن. ولما بلغ الأبناء الحلم أمرهم آدم بزواج الولد من البطن الأولى بالبنت من البطن الثانية. وهكذا بدأت ذرية آدم بالزيادة، وهو نبي مرسل إلى أبنائه، إلى جانب أنه الأب والعامل لتأمين الرزق. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، كم الأنبياء؟ قال: 100,000 و24,000. قال: قلت يا رسول الله، كم المرسل من ذلك؟ قال: 313 جما غفيرا، يعني كثيرا طيبا. قال: قلت يا رسول الله، من كان أولهم؟ قال: آدم. قلت يا رسول الله، وآدم نبي مرسل؟ قال: نعم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، ثم سواه قبلا، أي عيانا. ولكن ما هي أول شجرة زرعها سيدنا آدم؟ هي ثمرة النبق، أول ثمرة تناولها سيدنا آدم على الأرض. وهذه النبتة تنمو على ارتفاع 7 أمتار تقريبا، ولون لحائها الخارجي وردي، بينما اللحاء الداخلي لونه برتقالي، ولون أوراقها أخضر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أهبط الله آدم عليه السلام إلى الأرض، كان أول ما أكل من ثمارها النبق. وعنه رضي الله عنه أن أول طعام أكله آدم عليه السلام في الأرض أن جاءه جبريل عليه السلام ب7 حبات من حنطة، فقال: ما هذا؟ قال: هذا من الشجرة التي نهيت عنها فأكلت منها. فقال: وما أصنع بهذا؟ قال: ابذره في الأرض. فبذره، وكان كل حبة زينتها أزيد من 100,000، فنبتت فحصده، ثم درسه، ثم ذراه، ثم طحنه، ثم عجنه، ثم خبزه، فأكله بعد جهد عظيم. وهكذا نجد أول طعام طعمه آدم عليه السلام هو الحنطة، وأول ثمر هو من شجيرة النبق، وهو من أصناف السدر، له فائدة عظيمة لاحتوائه على الفيتامينات الأساسية A وB وC والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد. وتوصف أوراقه لانتفاخ البطن كمادة خارجية، ومغلي أوراقه للسعال، وخافض للحرارة، وطارد للديدان، ومنظف للمعدة، ولعلاج ألم المفاصل يعمل منه عجينة، وأيضا لعلاج ألم المفاصل فيعمل منه عجينة توضع على مكان الألم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.